مريم الصحفية الشابة اليوم راح نتعرف عليها أكثر في الظهيرة. هي استطاعت مثل ما قلت أنه تخلص نفسها وأن تضع نفسها على أول طريق، بدأت الطريق ونجحت به، وهي الآن في قمة السعادة لما حققتها، وصار لها هذا الثقة أنه تشارك في برنامج مهم، هو برنامج ملكة المسؤولية الاجتماعية. رحب بيش مريم. مريم كيف الحال؟ أهلا وسهلا عزيزتي، شكرا لكم للاستضافة. تستحقيها. مريم، قبل ما أني أسأل عن مشاركتك في برنامج الملكة ومبادرة كاتبات المستقبل، أريد اليوم تعرفين يعني تتكلمي لي عن هذه المرحلة اللي مرتي بها وقدرتي تتغلبين عنها وتكونين مريم اليوم. أوكي، طبعا إحنا اليوم مجتمعنا بداية الأمر يحتاج لشخصية قوية، نعم. نفس الوقت لازم يكون البنت عندها ثقة بنفسها جدا كبيرة، نعم. من ناحية الأسلوب والإقناع، نعم. أنا واجهت بعض الصعوبات حتى ويا والدي ويا والدتي، أنه أنا كبنت وبعد بداية أمري أريد أطلع بالتلفزيون. إحنا اليوم حتى البنت إذا تطلع بالتلفزيون هذا عندنا عيب، لحد هسه موجودة هذه الفكرة أنه عيب حتى تنشر صورتها، نعم. رغم أنه طبعا فكرة مشروعي انه انا ما ردت اكون في شيء عادي، او نعم. انه انا خلاص مجرد اتخرج من كليه الاعلام واكون بالبيت، نعم. وهذه الحياه الروتينيه اللي اغلب الفتيات المتخرجات متعودين عليها. نعم. طب مريم، شنو كان الاعتراض؟ كان الاعتراض بالبدايه انه احنا عيب البنات تطلع علينا بالتلفزيون كبدايه، انه هذا الشيء عيب، الناس راح تقول علينا بدهم تطلع بالتلفزيون وشيء كبدايه يعني. نعم. اي لكن انا كنت يعني صوري انا سويت مشروع كاتبات مستقبلي واني بالبيت بدون ما اخطا يعني اخطا واطلع حتى للباب. انا بالبيت مجرد على الانترنت سويت مؤسسه تعليميه عن طريق النت، نعم. عن طريق الفيسبوك، وقدرت انه اوصل لهواي بنات. بالبدايه والدي انه شويه عارض او انه خاف، او انه احنا نقول يعني تعرفين المجتمع ما يرحم، واليوم وحده اذا تنزل صورتها راسا نقول لك ليش كذا صورتها نازله، وناخذ نظره وغير افكار. لكن اني قدرت اثبت لاهلي، نعم. ولكل الناس او حتى الاقرباء اللي عارضوا على هذا الموضوع، نعم. انه اني اقدر وانه اني قدها اقدر اوصل، لان اني ما مسوي شيء خطا، واني اعرف انه اكو خط احمر راح اوقف عنده ما راح اتجاوزه، نعم. كل بنيه بداخلها تعرف انه اكو خطوط حمراء توقف عندها، نعم. لان اني رسالتي سليمه بحته يعني، نعم. ما بيها شيء خطا ولا بد شيء راح يطلع عن العادات تقاليد، خاصه انه هي الكتابه يمكن الاغلب يستهزئ بيها، او يمكن اليوم الاب يشوف انت تكتب هو تبي تكتبي ليش تكتبي يعني. مره واحده من طالباتي تقول لي اجي اخوي انت شو كنت تكتبين، انت بيتك يعني مكانك بيت وزوج، حاصه ان احنا من الكتابه. لا بالعكس، اليوم اني الكتابه هي اللي وصلتني الاشياء اللي اريدها، وانه هي رساله قدرت اوصلها حتى مجالي اني كصحفيه، نعم. انه قدرت انه استغل هذا الجانب، انه رغم انه انا ما عندي امكانيات يمكن غير هو متوفر لي اشياء، بس ما يقدر يستغل ابداعاته او مواهبه، نعم. يظل انه ينتظر دعم الاهل، دعم صديق او دعم اعلامي، انا ما انتظر الدعم من احد. انت تحركت بنفسك، نعم. اي تحركت بنفسي لان ما حبيت بعد، حتى رأيت إن جتني فكره انه ولدت لاكونه مختلفه اللي هو اسم المشروع اللي كان الشعار المشروعي كان، نعم. المستقبل. نعم. طيب إذن الطريق ما كان سهل، خلينا نوضح هذا الشيء، ولكن احنا هذا الاختلاف اليوم يمكن طرحناه ايضا قبل قليل، انه شلون واحد يكون مختلف، هو ما هو تمرد على القيم والمبادئ، لا بس هو، نعم. الفسحة المفروض تتوفر لكل فتاة تحديدا، إذا عندها شيء خلي يدعموها. الزواج ما هو يعني المفروض هو يكون، شلون أقول، هو المفروض يكون حلم كل فتاة يعني، نعم. لا خلينا نعاملها كإنسانة لها طموح، لها حياة تحب تشكلها مثل ما هي ما تريد، وتحافظ على كل اللي تعلمت عليه، صحيح. يعني على تربت عليه، مو بالشرط انه واحد يكون تحت الضوء لا يكون انسان سلبي او انسان سيء، يعني لازم احنا نصحح هاي الصوره. طيب مريم، انت اليوم تفضلي تفضلي عزيزتي. المشكله اللي احنا بنعاني من عندها انه اليوم احنا البنيه اول ما تبلش يعني تنضج، ايش راح تسمع الكلام؟ ما تسمع انه هي انت بنت مميزه، انت عندك موهبه، يعني ما نسمع هذا الكلام، قليل نشوفه من اهلنا، راح نشوف راسا حتى من بالاعياد ان شاء الله يوم عرسك. اي صح، هالكليشيه يوم عرسك. اي شفتي؟ اي ليش البنت ما تحس نفسها انه هي شيء مميز؟ راح تحتاج هنا الاحتواء، راح يصير عندها انه نوع من النقص.
هنا راح تبتدي الوين كثره الضغط يولد الانفجار. لكن هذا الانفجار راح يكون باشياء خاطئه. راح تتجه للانترنت. الانترنت اليوم شنو بيه؟ يمكن كثير بيه مساوئ. انا هاي الفكره خطرت لي انه كم بنت حتعاني من مثلا من ضعوف او مثلا من ضغوطات راح تتجه مع العلاقات او اشياء الانترنت كارثه. تجد لها متنفس طبعا. اي ليش؟ لان كلمات الحب والاغراءات اللي راح تكون لها بالعالم الافتراضي حتكون كثيره، لكن بالعالم الواقع وجو العائله ما راح تلقاه، خاصه اليوم مدارسنا حتى البنات المدارس راح يشوفون تحولت بعض المدارس مدارس عقابيه وليست تربويه، هذا اللي احنا هم نعاني من عنده، ماكو توعيه للاسره للبنت بصوره عامه، راح يقولون ليش بس البنات؟ ليش الرجال؟ لان البنات تعتبر شريحه مهمه في المجتمع. نعم. لكنها بنفس الوقت تكون مهملة أو مهمشة. نعم. ما نعطيها الاعتبار المطلوب والاهتمام اللازم. صحيح. حتى صحيح. حتى دين الإسلام ذكر هذا الشيء، فماكو شيء اسمه حرام. يعني اليوم بنت إذا هي محجبة وما خلى بأي شيء، أو حتى لو كانت محجبة لكن هي عندها فد رسالة تتوصلها. نعم. بالعكس أشجعها وأدعمها. يعني أنا اليوم طالبات عندي حاليا أنا مجموعتين. فكرة مشروعي إن هو مؤسسة تعليمية. نعم. علمناهم الكتابة. تناول فقرات متنوعة. قسمنا لهم الوقت حتى وقت النوم. طبعا ما اقتصر على العراق، أنا عندي من كل الدول. وحتى الأستاذات اللي بالمشروع سيستهام عندي من مصر. طبعاً من كركوك. البقية أسراء يعني من كل الدول. فكلهم الأستاذات ما فكرت إنه أنا عراقية، ليش دارت يعني تعاون مع أستاذ صحفية عراقية؟ لا، ما عندنا هذا المبدأ بالمشروع أبد. لا، واحد يتعاون، واحد يدعم الله. فإحنا قدرت إنه أنا أجمع 5000 بنت أو أكثر حلو. يعني السفارة وعندي حول العالم. نعم. يعني تخيلي أنا عندي من الجزائر بلشوا يكتبون شعر يعني عراقي. أو يحجون عراقي. هسه حاليا عندي المرحلة الأولى يبلشون. المرحلة الأولى هي الأساسيات. نعلمها الإملاء، الثقافة، لغة الحوار، المناقشة. نعم. الترقيم وعلامات الارتجال. هذه كلها احنا نعلمها بالجروب. اللغة. نعم. الإنجليزية اليوم مو الكل يقدر يدخل دورات يتعلم لغة. صحيح. عندنا أستاذات متخرجات اتفقت وياهم ينطوهم محاضرات بالجروب عن طريق النت للغة الإنجليزية. واكو اختبارات كل 3 شهور تتخرج مجموعة. إنه هذه المرحلة الأولى، يتخرجون يروحون للمرحلة الثانية. شو المرحلة؟ المدرسة. نعم. ابتدائية، متوسطة، إعدادية. كذا يستمر. فإذا على أساس قبل ما يداهمنا الوقت، على أساس ما قمت به مريم، تعمرك 24 سنة والآن تدرسين ماجستير في لبنان، فعلى أساس هذه المبادرة وهذا العدد الكبير وهذه الروح اللي تمتلكيها، أنت تمتلكين روح قيادية ووعي. هذا الوعي اللي أتمناه بكل فتاة يعني اليوم تسمعنا وتشاهدنا. طيب مريم، نتكلم عن برنامج الملكة، هي ملكة المسؤولية الاجتماعية. شنو المطلوب اليوم من مشاهدينا؟ شلون يدعموك؟ طبعا برنامج ملكة الاجتماعية نوجه لهم تحية كبيرة. هو برنامج يدعم المرأة العربية من كل الوطن العربي. اي انا يعني حاليا دا امثل العراق بهذا البرنامج. فاللي طلبوا انت الوحيدة اللي تمثلين العراق؟ بس انت المشاركة الوحيدة؟ لا، في بعد مشتركة من العراق. نعم. معي. نعم. اي لكن انه انا مشروع يختلف يعني. نعم. مفصل كتابة هو كاتبات المستقبل. نعم. لكن اللي مطلوب انه هو احنا محتاجين دعم اعلامي من الدولة اللي احنا نمثلها من مع باقي الدول. نعم. من ناحية الاعلامي يعني صراحة رقية انا كلمتك يعني عن هذا الموضوع انه انا ما موجدت الدعم من اي شخص يعني جدا قليلين يعني الاعلاميين يعدون على الاصابع اللي يدعموني. نعم. مرات انه انقل نقول احنا المبادرات الهادفة واللي حتى التغيير. نعم. بالمجتمع ليش نواجه منها يعني؟ تحتاج نسلط الضوء طبعا. يحتاج نسلط الضوء عليها. نعم. يعني انا باختصار اقول انه كاتبات المستقبل انه باختصار بالعراق نقولها انه انا خليت دم قلبي بي. يعني اكيد بعدها انه انا من اهلي تقبلوا يعني خطيه والدي. أيه. بلشوا انه يدعموني يعني انا والدي مش شافني انه عندي هاي الاراده والطموح. اكو شيء نفتقده، اتمنى انقل لكل بنيه يعني اتمنى انه اكو شيء اسمه شغف. هذا الشغف لا تخلوه ينطفي بقلبكم، خلوه يعني ابد يعني لا تنهزمون. اليوم انا يجي شخص يقول لي انه انت فاشله، ما اهتم. اوكي انا فاشله اعتبر. كلنا نتعرض الكلمات. نعم. نتعرض حتى النقد. صح. مو بس اللي بدايه على الطريق، المشاهير واصلين المرحله ماكو واحد. الناس اليوم كلها متفقه على ما يقدم او متفقه على شخصيه. صح. فعلينا ان نتقبل. صح. هذا، ولكن علينا ان نجتهد انه دائما في نكون. طبعا. مجتهدين متجددين. صح. صحيح. فمريم. صحيح. نعم. مريم عزيزتي، انه ان شاء الله اليوم مشاهدي الظهيره
راح يدعموك. بس قولي لي انه هذا البرنامج يعتمد على التصويت، فالتصويت الان متوقف صح؟ ورا رمضان راح يعاود؟ بس وضحي لي. بعد رمضان؟ نعم. بعد رمضان راح تبلش مرحله التصويت الجديده، راح ننتقل لمرحله التاهل اللي هي تتاهل فقط ثلاث فتيات او ثلاث دول فقط. طيب طيب لان داهمنا الوقت، فمريم عزيزتي فخورين بيك احنا، واكيد انسانه كل الفتيات اللي ياخذون خطوات مريم. ومريم كل الروابط اللي على التصويت ارجو انت تبعثي لي اياها اليوم، راح اخليها على حساباتي في السناب وفي الانستا وبالفيسبوك، هذا اقل شيء ممكن اقدمه لك عفوا. وان شاء الله موفقه عزيزتي، وصلتينا اليوم مسج في غاية الأهمية، وإحنا نشد على إيدك وموفقة عزيزتي. جميل، أشكركم، أنا جدا أشكركم، وأحب أقول للأهل يعني بصورة عامة أنه ادعموا بناتكم. نعم. وإذا شفتوها عندها طموح وقوة ادعموها مثل نعم. ما والدي يعني أوجه له تحية يعني أنه وقف وياي هو ووالدتي، وحتى متحملين حاليا فراق على مود أنا إذا أكمل رسالة الماستر. فهذا الشيء انه ابد لا يعني كونوا بجانب بناتكم حتى ما ينتجون الغير اشخاص او الغير اشياء يمكن تضرهم وتدمرهم. صحيح، استثمروا الوقت. شكرا جزيلا لك. شكرا عزيزتي.